مباشرة على الهواء نعود مشاهدينا إلى هذه الحلقة الخاصة وننتقل معكم إلى الاستماع لشهادة الرئيس سعد الحريري اللي أعطينا إياها من حوالي 10 أيام أثناء تواجده في جدة في الذكرى الأولى لاغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن. يعني أول شيء بدي أوجه تحية لأهله، تحية وفاء وعزاء لزوجته وولاده وبيه وأمه ولرفاق دربه اللي ناضلوا مع وسام. وسام بهالذكرى الأولى يعني فتح جروح كبيرة، وبالنسبة لإلي وسام كان أخ وصديق ودائما كنا نحكي مع بعض ونتشاور. الجرح اللي فتحه وسام هو بمثابة الجرح اللي يعني حصل بس لما استشهد الله يرحمه الوالد. ونحن كنا دائما بعد اغتيال الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري نطالب بالعدالة، طالب بالمحكمة، وبنفس الوقت بالنسبة لوسام يعني نحن بنطالب بالعدالة. ولكن بالنسبة لوسام أيضا يعني الجرح اللي فتحه جرح كبير، وهون بدي أقول يمكن شغلي أنا يمكن ما قلتها قبل، نحن مع الوالد الله يرحمه في المحكمة الدولية. مع وسام بدي أكد لعائلته ولأهله وللجميع أنه اللي اغتاله وسام الحسن هيدفع ثمن في محكمة بلبنان نحن عدنا ثقة فيها، بس ما حدا يفكر أنه اللي اغتاله وسام الحسن حينفذ من العمل اللي عملها. شو ما صار نحن بهيدا الموضوع وأنا شخصيا بهيدا الموضوع بدي لاحقه للي ارتكب هالجريمة هو ومعلمينه. موضوع وسام الحسن يعني تعدى بالنسبة لإلي أنا شخصيا خطوط ما تتصور إيه تتصور قديش. فلذلك وبأي طريقة أنا ما بحب الانتقام، ونحن دائما بنحكي بالعدالة، ولكن بدي أكون صريح، إذا مفكرين اغتيال وسام الحسن حيمر من دون عقاب، في عقاب المحكمة، في عقاب الرباني، هذا العقاب حيحصل، وما حدا يفكر حاله بأي لحظة من اللحظات إنه مش قادرين نوصل. وكلنا بنعرف انه باختيال وسام الحسن كل العالم تعرف مين اختال وسام الحسن ومين دبر لوسام الحسن. نعم بدنا نشوف التحقيقات وبدنا نلاحق، ولكن الهدف او الشخص او النظام او الشخصيات اللي اختالت وسام الحسن للاسباب اللي قام فيها وسام الحسن بكشف ميشيل سماحة، علي المملوك وغيره، نحن بنعرف مين هن، ونحن بنعرف مين أصدقائهم، ونحن بنعرف مين اللي اختار وسام الحسن. عاجلا أم آجلا هؤلاء حينالوا عقابهم. هلا يمكن حاسين حالهم إنه مستقويين، بس أنا بقول لكم ولعائلته لزوجته لأولاده لأمه وبيه أنه وسام الحسن هو شخص كان يعني بدي أقول لك بدي أقول أنه كان ابن المؤسسة وكان يعني قمة الأخلاق، وكرهوه لأنه كان عم يشتغل للدولة، كان ابن الدولة. فبإذن الله اللي اغتال وسام الحسن حين العقاب.
آخر اتصال كان تقريبا قبل بشي ساعة أو ثلاثة أربع ساعة من اغتيال وسام. تحدثنا بعدة أمور مثل ما قلنا بالعادة وصار الاغتيال. أول ما طلع الانفجار يعني انشغل بالي وكان معي حق. المهم وسام كان دائما على تواصل معي لأنه بتعرفي كان شغله كتير كبير وشغله أمني، وكان يعطي النصائح وكان يعطي يعني نتشاور مع بعض بكل الأمور. هلا وسام خسارته كان يعني استهداف وسام الحسن، هو لأنه أول شيء تربية رفيق الحريري في وزائد أنه نجح في فرع المعلومات، فرع المعلومات اللي أنجز ما أنجزه بالبقاع بالجنوب بالمخططات الإسرائيلية بالمخططات الإرهابية اللي صارت بالبلد. فنجاحه هو كان هدف اللي اختاله وسام الحسن، وفرع المعلومات ما زال هدف. تعرض وسام إلى أشنع يعني حملات إعلامية وسياسية هذا فرع المعلومات، ولكن فرع المعلومات ماشي وحيكمل لأنه وسام عمل شغل مؤسسات، عمل شغل لحتى يكمل. وإن شاء الله القيمين عليه اليوم حيكونوا بنفس الإنجازات ويقوموا بنفس المستوى من العمل، لأنه عملهم هو عمل مؤسسات وللدولة ومش لحدا. نحن ما كنا بحياتنا أنا وسام أو وسام كان يفكر أنه هذا العمل لا إن كان لتيال مستقبل ولا لأي شخص آخر، كان عمل مؤسساتي بحت، كان عم يحط حرفية بقلب فرع المعلومات غير موجودة بلبنان. والحمد لله نجح الله يرحمه، وإن شاء الله القيمين عليه حينجحوا كمان أيضا. يعني كنا بكل المراحل اللي مرقت فيها بالسياسة كان دائما يصير في نقاشات. يعني تذكري نحن كنا عملنا انتخابات 2009 قبل وبعد وذهابي إلى سوريا وغيره، فكان كل هذه نقاشات تصير معه ومع الآخرين يعني أكيد. ولكن كانت نقاشاتي مع الله يغفر له وسام كتير يعني أمرار تكون حادة، أمرار تكون يعني نتوافق على كل الأمور. ميزة وسام كان صادق، فما كان يجامل، كان يقول الأمور مثل ما هي. أمرار يمكن ما كان يعجبنا أو يعجب الآخرين رأي الله يرحمه وسام، ولكن لأنه كان صادق وصديقك من صدقك ليس من صدقك. فلذلك هذه الأشياء اللي الواحد بيشتاق لها من وسام. وأنا بتذكر يعني آخر مرة شفته لوسام كان عم يضحك وكان مبسوط وكان مرتاح نفسيا، وكان شاف عائلته. يعني كنت بريز وشاف عائلته، وكان همه الأساسي أنه كيف يحمي عائلته وولاده. وهذا الشيء يعني الواحد ما في إلا يطلع أنه كيف هذا الرجل اللي كان متحمل كل هالمسؤوليات دائما عينه على عائلته وعينه على البلد. منفتقد وسام الحسن، منفتقد الشخص اللي رافق رفيق الحريري، وإن شاء الله نحن وياه نحن حنكمل المسيرة، مسيرة وسام مثل مسيرة الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري. على كل حال وسام هلأ قاعد جنب رفيق الحريري واستشهد مثل ما استشهد رفيق الحريري. نحن لازم ننظر لهالاختيالات وهالشخصيات انه هؤلاء ضحوا للدولة، للبنان، للمؤسسات. ونحن يمكن الناس تفقد الأمل ببعض المراحل، ولكن وحتى بعد استشهاد الله يرحمه الوالد ولا وسام، ولكن العبرة بالاستشهاد هو أنه عملوا للبنان وعملوا كل شيء وكانوا مستعدين يقدموا حياتهم.
فهيدي هي العبرة بالنسبة لنا. وهالشخصيات علمتنا كثير. وسام مثل ما قلت أخ وصديق الله يرحمه، وإن شاء الله الله يقدرنا أنه نقدر نوصفه واللبنانيين نوصفه. وسام كان يعني دائما حريص على الموضوع الأمني بالنسبة لي، وأنا كنت دائما حريص له، ولكن هو كان يعني حصل اللي حصل. لا شك أنه قرار العودة كان قريب يمكن قبل ما يستشهد وسام، وكنا عم نحكي بهذا الموضوع أنا وياه. استشهاده فرجة أنه قديش يعني المجرمين عم يستهدفوا رموز من لبنان، فلذلك تأجلت العودة إلى لبنان. ولكن العودة يعني ما لا ما ح يعني حأرجع هذا موضوع ما حدا يناقش فيه، مع إنه في كتير ناس حابة إنه ما تشوف سعد الحريري راجع، ولكن أنا حأرجع ولبنان حيرجع مثل ما كان بدي رفيق الحريري، مثل ما كان بدي وسام الحسن، مثل ما بدي كان بيير أمين جميل وكل شهداء الثورة ثورة الأرز. إن شاء الله لك. أنا بالنسبة لي لبنان هو حياتي، والعودة له بالنسبة لي يعني قريبة بإذن الله. وبهمني إنه ناخذ عبر باللي حصل، ونعرف مين بحب البلد، ونعرف مين ما بيريد الخير للبلد. فإن شاء الله نحن حنكمل هذا المشوار.